إلى لبنان، حيث يتوجه وفد المعارضة اللبنانية للقاء رئيس الجمهورية ميشيل سليمان مجددا اليوم لعرض تصورهم في شأن توزيع الحقائب والأسماء، مع التركيز على بقاء وزارتي الاتصالات والطاقة بيد المعارضة. المعارضة اللبنانية كانت أبلغت سليمان رسميا رفضها التشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أول من أمس. الاتصالات واللقاءات التي يجريها رئيس الجمهورية ميشيل سليمان في قصره الصيفي لم تنجح حتى الآن في إيجاد ثغرة في جدار الأزمة القائمة بعد الخطوة التي أقدم عليها الرئيس المكلف سعد الحريري بتقديمه التشكيلة الحكومية المرتقبة. المعارضة اللبنانية سارعت إلى إعلان موقفها الرافض لخطوة الحريري على لسان قياداتها العليا، عقب ذلك قيام لجنة المتابعة في المعارضة بإبلاغ رئيس الجمهورية بموقفها الرسمي بهذا الشأن. هذا الشيء اللي حصل.